الأستاذ الدكتور شافع النيالي فاز منذ أسابيع من المركز الديمقراطي لدراسات الشرق الأوسط، تم اختياره من أفضل خبراء التنمية البشرية والإرشاد الأسري في العالم. هناك قرار صدر من المركز الديمقراطي لدراسات الشرق الأوسط، طبعا الأستاذة تغريد العجرمة، حد يكلمنا تكون يا جماعة أستاذة تغريد العجرمة، هي معنا في الشبكة، وهي أيضا رئيسة فرع المركز الديمقراطي لدراسات الشرق الأوسط في نورث كارولينا في المملكة الأردنية الهاشمية. هي تتفضل بقراءة هذا القرار الصادر عن المركز وتسليمه للدكتور شافع، ثم يتسلم أيضا منها درع المركز. تفضلي يا أستاذة تغريد. قرار المركز الديمقراطي لدراسات الشرق الأوسط بنورث كارولينا الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على ترشيع وتوصيات من الفروع الأقليمية للمركز وأيضا من شبكة إعلام المرأة العربية، قرار مجلس أمناء المركز الديمقراطي لدراسات الشرق الأوسط من نورث كارولينا اختيار وتكريم الأستاذ الدكتور شافع النيادي من دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل خبراء التنمية البشرية والإرشاد الأسري في العالم، وهذا قرار لجهوده ولجهوده الإقليمية والدولية وخبرته في مجال التنمية البشرية والإرشاد الأسري. ويتقدم مجلس أمناء المركز الديمقراطي لدراسات الشرق الأوسط من نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية بخالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور شافع النيادي. درع ايضا من المركز عليه علامه شعار المركز، هيتسلمه ايضا الان دكتور شافع النيادي. الف مبروك يا شافع عليه شعار المركز. بصوا المعتز بعد كده نيجي بقى مع الرسول المعتز برضه بنفس الدرع ومع سياده اللواء باعتباره مستشار الشبكة أيضا للتنمية البشرية والإرشاد الأسري، ونفرح له على كرامته في الجلسة الثانية أيضا سيادة اللواء. لا حرام ما دام كمل معاك. أنا أفضل في تسجيل الأخوة إلى الإعلام. السلام دكتور شافع على ذوقك. الله يخليك. أشكرك جدا ونهنيك، والآن مع كلمة من الأستاذ الدكتور شافع النيالي القيمة والقامة، يتفضل بإلقاء كلماته. وطبعا الدكتور شافع زينا كده ما تحبش يكتب في ورقة، تحب يقول من دماغه. ما أنا والله قلت كده من السلام عليكم. طبعا عشر دقائق. في البداية أحب أشكر شبكة إعلام المرأة العربية، بالذات أخي العزيز أستاذي الكبير الدكتور معتز صلاح، جزاه الله خير. يعني أنا من كم سنة وهو أنا لا هو يعلم بأن هو يتابع ويختار الشخصيات بدون يعني أنا أسعى لهالشيء، جزاه الله خير هذه المبادرة. أشكركم جزاكم الله خير. أنا طبعا فضل الله، ثم أنا في البداية أداء علاقة الشيخ زايد عبد الله في مصر والدور الكبير في يعني كما يقول منظر الأمة العربية هي مصر، وأنا أقول دائما أنا ثمرة من ثمار جهود الشيخ زايد رحمة الله عليه، هو زرع والآن نحن أنا أعتبر من رؤيته نزرعها قادمة يا زايد الجدو. كذلك فضل الله ثم الوالدين جزاهم الله خير. لما أقول الله على مستوى العالم
هو على مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم، هذا يعتمد على شيء هو فن إدارة الحياة، وهذا كان تركيزي في البداية. كلنا نستطيع أن ننجح إذا رأينا وبنينا من أنفسنا وإدارنا حياتنا صح. يمكن الإنسان في مجالات الحياة المتوسعة العديدة يزرع هذا النطق ثانياً، وثانياً عطائي للآخرين لا أنتظر منه رد، دائماً عطائي للآخرين هو لله سبحانه وتعالى. إذا أنا كل من شخص حاول يعطي وهو ينتظر رد بيتعب، ليش؟ لأن أنا أعطيت ما حد أعطاني شيء، فشو بيصيبه؟ نوع من الكلل والملل، فبيرد بيوقف عن عطائه. أما لما يكون عطائي لله سبحانه وتعالى أنا أقدر أستطيع أن أعطي بلا نهاية وبلا حدود. فلهذا أنا أقول لما تكلمت عن فن إدارة الحياة، فن إدارة الحياة عبارة عن قدرات ووقت وخطة. كلنا نستطيع أن ننجح إذا امتلكنا هذه الأشياء، ما حد فينا ما يمتلكها. قدرات كلنا عندنا قدرات، ووقت كل 24 ساعة عند الناجح هي نفسها عند الفاشل، هي يسعنا ماذا؟ الخطة. وأنا أقول دائما إذا ما خططنا لحياتنا، في ما تعودنا دائما نحن كأشخاص أكاديميين نقول في خطة A وفي خطة B، أي شخص يوقف عن تخطيط لحياته تلقائيا حياته تتوجه للتخطيط B وهي الفشل. فإذا التخطيط الحياتي لابد أن يكون موجود، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء، إن تركناها مثل ما هي أكيد تتوجه لاتجاه السلبي والاتجاه السيء. فحتى عطائي نظرتي خاصة حاليا مواقع التواصل والعالم صار كرة صغيرة، كثير يتذمرون على الانترنت ويتذمرون على مواقع التواصل. إنه طيب تذمرنا، ليش نحن ما نستثمر هذا الاستثمار الصحيح، نوجه العالم برؤيتنا نحن، وخاصة نحن كأشخاص ناجحين أو أشخاص أكاديميين أو أشخاص ناشرين المعرفة، واجب علينا أن نحن ننشر هذا الشيء. أنا ما أقول وصلت لدرجة أكاديمية معينة وأقول خلاص انتهى الباب، لا، مسؤوليتي أكبر. طبعا أنا من خريجي جامعة عين شمس إدارة تربوية، أقول لما درسنا وجزاهم الله خير أساتذتي بروفيسورين في عين شمس علمونا شيء، أنا ما أخذ الشهادة على أساس أعلقها في الحيطة، مسؤوليتي صارت أكبر لما أخذت الشهادة، ومش أي شيء مش أنا منبث بس شهادة، أي خبرة في حياتي أي خبرة. ولا يوجد عطاء نهاية للعطاء، نتعلم ما دام أنا أستطيع أن أتنفس أنا المفروض أعطي. أما البعض يقول والله أنا وصلت لمرحلة التقاعد، أنا وصلت لمرحلة معينة وانتهى عطائي، عذراً رب العالمين ما بوقف عن نقطة معينة من الحساب ويوقف عن حساب الخلاف، حسابنا إلى متى؟ إلى آخر نفس في حياتي. ولا يوجد حساب، لأن لابد أن عندي قدرات. نحن شفنا شخصيات، ويمكن البعض يشوف كمثال أضرب الشاب السعودي عمار بركات، شخص لا يتحرك ولا يتكلم فقط، ويتكلم عن طريق بيت في رقبته، لا أيدي ولا أرجو، يشلونه بسلة أطفال. شفت الأطفال اللي نشيلهم في العمر 3 سنة 2 سنين، لكن شخصية محاضرة. والآن هو ماسك مع ذوي الهمم، نحن عندنا نسميه المعاقين نسميهم ذوي الهمم، ماسك من ذوي الهمم في المملكة العربية السعودية. إذن مسؤوليتنا كبيرة وعطائنا كبير، والله صدقوني يا أخواني مثل كثر ما كنا نعطينا كثر ما نكون سعيدين. رأينا الفقير، يمكن البعض ينظر نظرة للسعادة نظرة مثالية، أنت دكاترة وأنت تدمشي تكلموا عن السعادة، بس لا، السعادة بالمال. أقول طيب زين، أمس سمعنا شخصية ملكة جمال أمريكا مليارديرة لكن انتحرت، عندها مال. نرى شخصيات مريضة عندهم صحة لكنهم نظرهم في حزن، ونرى في المقابل شخصيات في المستشفيات لكنهم في قمة السعادة. سعادتي أنا رضاي عن نفسي، ومتى ما كنت أنا رضاي عن نفسي بينبع رضاي عطايا الآخرين. هذا هو الرأي اللي نحن نتكلم عنه فيها الأمور. تسامحنا عطائنا للآخرين، لا أنتظر للنقطة هذه. أما مسألة تفكيري وأي لسم متقوقع على تفكير السلبي وأنا شو أخذت وأنا شو أعطوني وأنا كذا، أنا أقول دائما جملة، الجمرة ما تحرك إلا قبضة. يا أخي أنت حاقد، أنت حاسد، أنت فيك وفيك وفيك، الناس عايشة. أنا الشخص اللي حاقد عليه ترى عايش حياته، أنا يا سحر نفسي بنفسي، الجمرة ما تحرك إلا اللي قابلها. فأنا مثل كثر هذا حقدي أو هذا كرهي أو هذا مشاعر سلبية أو حسني وعمي وما شبه ذلك ترى يحرك صحتي. لهذا سبب حياتنا بنواجه عقبات كثيرة،
بنواجه هموم، بنواجه مش عايشين في الجنة. أنا أشتغل يوم أتكلم مع الأخوة أقول قريب أشوف يعني على أبسط الأشياء الناس سعيدة. أما أني أريد حياة مثالية هذه مو موجودة. أريد حياة بدون سلبيين مش موجودين. مهما تكلمت أنا ممكن في كل لقاء في التلفزيون أو في دورة لازم أحصل أشخاص ينتقدوني، أمر طبيعي. مش معناته أنا عندي مناعة ضد هؤلاء، لكن عندي قناعة أن لو هؤلاء السلبيين خلوا كان خلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الإسلام لكن وجد المنافقين فموجودين. فلاحب أن يعطينا الدكتور قلب الصفحة فممكن وقت انتهى. لسه معك وقت. أقول علاقاتنا لابد أن نبني علاقات اجتماعية. وأحب أستثمر الدراسة الأمريكية تقول أن نجاح الآخرين يعتمد 80% على علاقاتك الاجتماعية. 80% على علاقات اجتماعية. فما بالكم بالشخصية المنعزلة، الشخصية المتشائمة، الشخصية التي دائما تشكو وتتذمر وتدعي شو بيكون؟ من فينا يريد يمشي مع شخص متشائم؟ شو كارثني؟ أنا عندي واحد شخص متشائم أبعد عنه عند غيره كثير. فدائما نقول علاقاتنا الاجتماعية مهمة. وثانيا مهمة ذكاء التكيف. قيل قديما أن الذكاء المنطقي يوفر لكم الوظيفة، ذكاء التكيف يبني لكم المستقبل. ذكاء التكيف موجود فينا كلنا، ثلاثة كل موجود، ثلاثة فقط اللي ممكن يكون عنده ذكاء التكيف، ولا رب العالمين حتى عافنا، النائم والمجنون والطفل. أما نحن نستطيع أن نتكيف. هي ميزة في خلق الله سبحانه ما موجودة إلا في الإنسان، يستطيع أن يتكيف مع أي ظروف. لهذا السبب الإنسان كثير بعض الأمراض تصيبه وأحيانا عقبات لكن تمشي ويعطي في حياته. فنبني هذه العلاقات، نبنيها بشكل ودي. أنا ما أقول يمكن البعض يقول لي والله دكتور نتكلم عن أنا أبوي سلبي أو أمي سلبية أو أخوي سلبي، أقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر أعداءه أبو لهب. فلا نطلب حياة يعني خالية من بعض العقبات والمشاكل. أنا أقول دائما الشخصية الميتة وهي حية هي الشخصية اللي غير واثقة من نفسها. يمكن أنا أتكلم ويمكن أن أقول الإنسان في عدوين، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. الشيطان قدرنا لها نستطيع أن نتعامل معه، لكن النفس الأمارة بالسوء هي اللي لا نستطيع أن نتعامل معها. والدليل في ذلك في رمضان موجود، يأتي رمضان لكن المعاصي موجودة، الشياطين كبلها لكن العاصي لماذا؟ لأن موجودة قادة أن النفس الأمارة بالسوء. الآن ممكن نتكلم، أحيانا تأتيكم هذه النفس الأمارة بالسوء يقولكم شو يقول هذا الدكتور؟ كلام هذا عايش في الإمارات ما يدري شو يقول، ما عايش حمي هنا، ما عليك منه، هذا كله كلام مثالي. لو يعيش همومنا نحن لكان ما بيتكلم. هاي النفس الأمارة بالسوء، أي خطاب داخلي بيني وبين نفسي بطريقة سلبية هذه هي النفس الأمارة بالسوء، وهي دائما محبطة، دائما تذكر لنا الهموم والأحزان. إذا أخواني أخواتي الأعزاء، حياتنا هي في سبع مجالات: مجال الديني، مجال الاجتماعي، مجال الصحي، ومجال المهني، ومجال الشخصي، ومجال المالي، والمجال الأسري. أوقاتنا نوزعها على سبع مجالات. ونحن تعلمنا قديما نقول لا تضع البيضة في سلة واحدة. أنا أقول إخواني لا نضع أوقاتنا كلها في مجال واحد. يمكن بعض يضع مجال الأسرة وبس، أو ممكن يضع مجال الوظيفة ويهمل. لا، الله سبحانه وتعالى لما خلقنا على أساس نحن ننجز في سبع مجالات، لأن رب العالمين بيحاسبني عن هذا الجسد مجال الصحي، رب العالمين حاسبنا على الأسرة كلكم مساعدين، رب العالمين حاسبنا على علاقاتي الاجتماعية وجعلناكم شعوبا قبل لتعارفوا، رب العالمين بحاسبني عن مالي لا تعلن لكم ورثنا من غير ولا تبسطها كل بسط. فهذه هي الحياة من نحن سعيدين وناجحين. جزاكم الله خير. هالكلمة على السريعة دكتور لا أحب أن أطيلنا. أنا قلت له حدد لي وقت لأن لو تكلمت ما بسكت. جزاكم الله خير وشكرا الله يحفظك. ولك كلمة أخرى في جمال الشاعر أشرف الجمال، هيتسلم قرار وجوده في الشبكة معنا قيادي وعضو المجلس الاستشاري. رحب بيه، أهلا وسهلا. تفضل يا أستاذ أشرف، هتسلمك الأستاذة تغريدة العجرمة قرار انضمامك قيادة في الشبكة. اتفضل. تفضل تفضل تفضل.
شكرا لكم. رحب بالاستاذ شريف حمدان امين عام اكاديميه طيبه وجامعه ميرت واحدى القامات التعليميه في مصر. اهلا وسهلا استاذ شريف، نورتنا جميعا.